دورية للشرطة النهرية في العراق انتشرت وفق تصريحات حكومية على امتداد المدن الواقعة على نهر الدجلة بين تكريت وسمراء وبيجي بعد تصاعد غير مسبوق في معدلات الغرق. أسباب مختلفة وراء تزايد حالات الغرق في العراق، أبرزها حسب تقديرات رسمية ارتفاع درجات الحرارة وتردي تجهيز التيار الكهربائي وإهمال بعض العائلات لأبنائهم رغم تحذيرات الجهات المعنية. جهود حكومية بالتنسيق مع المؤسسات الدينية وأئمة المساجد والمنظمات المدنية لنشر حملات توعية وتثقيف بأخطار السباحة في الأنهر الخطرة. تقارير دولية أفادت أن الغرق في البحار والمحيطات مشكلة صحية عامة في جميع أنحاء العالم وثالث سبب رئيسي للوفيات الناجمة عن الإصابات غير المقصودة، حيث توفي ما يقدر بنحو 236 ألف شخص وفق بيان الأمم المتحدة عام 2019، لكن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل هي التي تعاني من أكثر من 90% من الوفيات الناجمة عن الغرق، وأكثر من نصف حالات الغرق في العالم تقع في منطقتي غرب المحيط الهادي وجنوب شرق آسيا حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية.